طبعا شوية راح نعطيها شوية متاع متسائل حصريا بس على حد الشيء اليوم فقمة البحر ويانا يعني. لك ها عبودي فيا وياكم طبعا عن الفقمة. ايوة احنا هسه الاجواء حصريا بس على حد الشيء هي طبعا هذا المحيط الهادي وراي. المناطق الساحلية الحلوة موجودة من أجمل المناطق اللي تشوفوها ورايا هي كلاب البحر. Over here and over there. نقطة ممكن توصلها على أتاكين أولاد. أكو بعد أحلى مني. طبعا هي اللقطات حصريه بس على حد الاشياء. لك باي بطر غير شكل والاجواء غير. هاي فقمه احلى شيء بالساحل انه تمشي من كاليفورنيا والاجواء على الساحليه طبعا هذا المحيط الهادي ورد.